معايا كرنب. انت بتجيبي كرنبايه، مش عيب ابدا انك تسالي الخضري انا عايزه كرنبايه حلوه حجمها مثلا متوسط، لو انتوا 5 افراد او حاجه اكتر من 5 افراد هاتي الكرنبايه الكبيره. تمام، بتخبطي عليها، خبطي عليها، حد فتح بقى روزة، خبطي عليها لقيتيها مكتومه دي الكرنبايه الحلوه، لكن لو لقيتيها ما بتطبلش ده معناه ان الورق مفرغ ومكعبر على بعضه. يعني انا عارفه لما بجيب دي او دي بشوف الفرق، لكن الكرنبايه المكتومه ده معناه ان الورق ايه معشق على بعضه كويس قوي، مفيش فراغات، فالورقه مفروده مش مكرمشه جوه، فاهمين قصدي؟ فانت ايه نقي كرنبايه حلوه، ده مبدئيا. هتروحي البيت هتشيلي من عليها كل الورق اللي لونه اخضر اللي موجود علشان ايه تبقى معاكي الكرنبايه الحلوه بقى نفسها. يعني انا بقولك الخطوات وبختصر يعني مجهود كنت هعمله دلوقتي، بس اللي انا بقوله لك دوت مفيد. يعني هقول حاضر المقادير، بس انا عايزه اشرح الاول الكرنب. تمام، هتعملي حاجه من الاثنين، يا هتسلقي الكرنبايه بحالها كده على بعضها، يا هتشيلي الورق وتسلقي ورقه ورقه. اهم حاجه الراس بتاعه الكرنبايه، لما بتبقى في الراس دي لازم تقوريها كده وتشيليها عشان تدي فرصه للورق يبتدي يفك معاكي من جوه. تمام، لو الكرنبايه عندك حله كبيره تقدر تاخدها كلها وتكون ميه بتغلي وفيها نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون والميه تكون بتغلي وتقولي مسقطه فيها الكرنبايه، هتستني 3 دقايق وتبتدي بقى ايه بالطنج مثلا زي ده كده تشيلي ورقه ورقه، هتلاقيها اتسلقت. او وهي نيه كده وبرده واحنا مقورينها من فوق تبتدي تسلقي ورقه ورقه، تفكي كده ورقه ورقه وتسلقيها. اي ورقه شكلها مش نضيف فيها طينه فيها حاجه تشطفيها تحت الميه وتسلقيها، دي اول خطوه. عايزين الكرنب يتسلق، اول ما يدبل ويطرى تشيليه على طول من الميه السخنه في مصفى. تمام، تبقي محضره جنبك كده حله فوقيها مصفى، تشيلي من الميه السخنه على طول وتحطي في المصفى، ما تسيبيهوش يستوي قوي ويتهري. اول ما تحسي ان العرق ده اللي هو العرق التخين اللي بيبقى في الكرنب بقى طري، خلاص انت على طول تشيليها، مش محتاجين نسيبه لغايه لما يتهري وما نعرفش نتحكم فيه، فاهمين قصدي؟ استنى اما اقلب السنان. يا جماعه السمان كده خلاص استوى، هو كده خلاص استوى، هايل. هسيبه بس كده على الجزء ده كمان 2 دقايق بس وهطلعه على طول. ده قصه الكرنب. فبيبقى معاكي ورق الكرنب كده يا جماعه اهو، بصي الورقايه كده اهي، هتلاقيهم كلهم كده ايه اهو مستويين. دي متهربده شويه بس مش مشكله، هقول لك تعملي فيها ايه دلوقتي. تمام، نقول بقى باقي المقادير. الكرنبايه المتوسطه اللي انا قلت لك عليها دي هتاخد تقريبا 3 كوبايات من الرز. اوكي، 3 كوبايات من الرز، عليهم كيلو من الطماطم المضروبه في الخلاط، يعني هتعملينا تقريبا 2 كوبايات كبار او 2.5 كوبايات من الطماطم المضروبه في الخلاط. تمام كده، ومعايا بصلايه كبيره مبشوره ناعم، ملح وفلفل اسود، ومعايا بقى ايه ربطه من البقدونس، ربطه من الكزبره الخضراء، ربطه من الشبت. تمام، معاهم مغسولين كويس ومتقطعين. تمام، هحتاج كمان بقى ايه توابل، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من 7 بهارات، ونص كوبايه زيت، مهم جدا عشان الرز جوه الكرنب يبقى مفلفل، وطبعا هنسقيه بشوربه بس. خلاص، خلطه سهله جدا. انا حاطه هنا الحله على النار، هحط شويه زيت، وعايزه انزل بالبصل علشان اسبك الصلصه. ممكن تعمليها ني في ني، بس انا عايزه اسبك الصلصه. بصلايه كده ايه مبشوره ناعم، اول ما تدبل كده هنحط على طول عليها الطماطم المضروبه في الخلاط اللي هي زي ما اتفقنا كيلو كيلو على 3 كوبايات رز. هنجيب بولة كبيرة ونحط الرز. بصوا الرز ممكن تحطيه بحاله كده زي ما هو عادي خالص، بس هو الافضل ان انت تنقعيه شوية في مية دافية
بتاع مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده تصفيه كويس جدا. انا مش عايزه خلطه المحشي تبقى مايه ابدا، حتى صوص الطماطم صلصه الطماطم عايزاها تتسبك علشان ما الاقيش خلطه المحشي كلها ميه كده وترقد بقى تحت، ابقى باخد رز بس والطماطم ونازله تحت في يعني مش عارفه اخدها احشي بيها. لا انا عايزاها تبقى متسبكه معاها. خلي بالكم احنا الرز محتاجين نصفيه كويس قوي. ادي الرز، هنحط بقى الشبت، هنحط الكزبره، البقدونس، نحط الكمون معلقه كبيره ومعلقه كبيره من الكزبره ومعلقه كبيره من السبع بهارات، ملح وفلفل كده اهو، فلفل. وعايزه افرك الخضره بالتوابل مع الرز كده، وممكن كمان لو عايزه تضيفي لها في المرحله دي بصلايه صغيره كده مبشوره نيه هتبقى برضو حلوه قوي. ممكن كمان في المرحله دي تحطي نعناع، نعناع ورق او نعناع مجفف براحتك خالص، تمام. ولو سيبناها اكتر شويه كمان هتتسبك اكتر، بس تبقى عينك عليها عشان ما تتحرقش. كده اهو نقلب، لو حسيتي انها مش حمرة كفاية ممكن تحط لها معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم على طول من البرطمان، تمام. مش متخيلين ريحتها يا جماعة، تحفة كده اهو. وجماعة بقى الزيت، اوعوا تنسوا الزيت، الزيت ده هيخلي كل رزايا مفلفلة جوه المحشي وطعمها حلو كده اهو. هي دي بس كده الخلطة، عايزة تحط لها كمان رشة شطة هتبقى خطيرة قوي، محدش هيحس بيها يعني. كده اهو هنشيل بقى ايه العرق التخين ده كده بالسكينة، تمام. ده طبعا ما نرميهوش، ده اللي هنرصه في الحلة من تحت قبل ما نحط عليه صوابع المحشي. نيجي بقى هنا، بص خلاص انا قطعته، الورقة دي هقوم لفها كده رول كده اهو، تمام بهذا الشكل الظريف. وهقوم جايبه السكينه. عايزه صباع المحشي انت قد ايه؟ قد كده والله، اكبر شويه زي ما انت عايزه، انا بحبه الطول ده كده. هقطعهم كلهم مقاس واحد كده، بصوا فاهمين قصدي اهو، قطعتهم كده كان رول كبير بعد ما لفيته قطعتهم، وهحطهم كده على جنب. تعالوا نعمل ورقه كمان، اهي دي الورقة، تمام. هنتنيها اتنين ونحطها على الترابيزة، ونقطع العرق التخين بتاع محشي الكرنب ونلفها رول كده اهو بهذا الشكل الظريف، ونقوم قاطعين الورق على قد صباع المحشي. هنفضل نعمل، هاخد بقى واحدة من دول وافتحها هلاقيها، بصوا عاملة ايه، عاملة زي الشريط. هاجي هنا كده على الطرف ده، بصوا مثلا دي كده بايظة، احاول كده ايه اعمل لها شكل تبقى مربعة، تمام. وهنجيب الخلطة ونحطها هنا كده، ونلف ونقطع بايدينا بس، صباع محشي كرنب اهو. تمام. اللي بعده بنفتح الشريط، بصي اهو الشريط، وتقومي حاطه الحشوه وتبرميها، ما تلفيهاش كتير، خلي بالك عايزين طبقه رقيقه من الكرنب، ما يبقاش تقعد نقعد نلفها كتير، لفتين اتقفل خلاص، بقوم قطعه بايدي كده بالراحه ومكمله صباع المحشي، يبقى كده. ده نعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ لما تيجي ترصيه في الحله ما بنرصهوش يا جماعه زي ورق العنب، يعني ورق العنب بنقعد بقى ايه نرصه جنب بعض لازقين جنب بعض، لا انت عايزه في ده ترصيه مفرفط، تمام. هقول لكم ازاي دلوقتي. كده على الحله بشكل متفرفط، فاهمين يا جماعه، مش ملزقه جنب بعضها كده،
فاهمين قصدي؟ علشان الشوربه توصل لكل جزء في الكرنب كده اهو كده وكده تمام. بعد ما بنعمل كده بنعمل ايه؟ هاخدها هنا جنبي كده جنب الشوربه، بنبقى محضرين شوربه بقى، شوربه فراخ او شوربه لحمه اللي موجود عندك وتكون جاهزه ومتحدقه يعني متظبطه كله مية مية فيها. وهنبتدي نسقي الكرنب بالشوربه. بصوا كده بهذا الشكل كده اهو، بصوا وكمان ما دام انا لسه مش شايفه الشوربه هحط. لما بنبقى احنا بقى مش كابسين المحشي بندي فرصه للشوربه انها ايه تدخل جوه وتسويه كله، ما يبقاش من نص ني ومن الباقي مستوي كده. حلو قوي. بعمل ايه بقى بعد كده؟ برج الحله كده، هتلاقوا ان الشوربه قلت. هرجع احط شوربه كمان، انها ايه ان انا الحركه اللي انا حركت فيها حله المحشي دي بنزل ايه الشوربه جوه كده خلاص تمام. عندي بقى طبق اهو، ضروري بقى يكون في طبق صغير كده معايا، والعروق اللي احنا قطعناها من الكرنب هحطها كده بقى على الوش. بصوا هفردها بقى كده علشان ايه تثبت المحشي كده. مثلا برضو اي ورق بقى متقطع ولا حاجه، وهنا مثلا ورقه تخينه مثلا كده، عايزين ايه نحطهم كده. وطبق بينفع يتحط على في النار على الحله يعني، اقوم قافله الحله كده اهو بالشكل ده. والغطا بتاعها فين يا جماعه؟ فين الغطا؟ اهو هغطيها واحطها على النار. هنلاقي الشوربه بقى عماله تغلي تغلي تغلي. اول ما الشوربه تبتدي على نار ايه عاليه عاديه خالص، اول ما الاقي الشوربه ابتدت تقل كده خالص، بس لسه الشوربه موجوده يعني تاخد لها مثلا هنقول بتاع مثلا 10 دقائق او اقل 8 دقائق بتغلي على نار عاليه، هنلاقي الشوربه ابتدت تقل، هنوطي النار خالص ونسيبها تقريبا ربع ساعه مثلا ولا حاجه او اكتر شويه. هتقدري تشيليها تلاقي بقى المحشي كله تشرب، تشيلي الطبق وتشيلي العروق اللي احنا فردناها وتاخدي لك كده محشيايه تجربيها تتاكدي انها استوت او لا لسه محتاجه شويه بس كده، وهيبقى خطير جدا. الطبق اللي احنا بنبقى حاطينه عليها من فوق بنشيله كده، وكل بقى ايه العروق. يا ريت تجي الكاميرا تبقى معانا يا استاذ احمد لو سمحت. كل بقى ايه العروق اللي احنا كنا فردينها في الصينيه كده من فوق اهو تمام. محشي كله مستوي وخطير. هعمل ايه بقى؟ همسك بقى الحله كده وارجها عشان افرفط الكرنب. ربنا يديكوا الصحه بقى يعني. عايزه تقلبيه زي ورق العنب براحتك كده. نشيل بقى كل الطبقه اللي كانت تحت اللي لازم لازم تعمليها، خلي بالك. بصوا لان احنا لو ما كناش حطيناها كان صوابع المحشي نفسها هي اللي ايه هي اللي اتلسعت. عايزه اقول لكم بقى ان دي اصلا بتبقى طعمها خطير كده 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 كده. بس شلنا كده كل العروق اللي كنا رصينها في الحله من تحت، يبقى ايه يتبقى اصابع محشي الكرنب الخطيره. خطير يا جماعه وريحته تهبل.